طيب وصلنا لفقرة أفلام. لا مش أفلام. أغاني عالمود واستعدادات وتسقيف وأداء. أغاني عالبورد يا ولاد. أغاني لسه ما وصلناش. هنوصل إن شاء الله. وهنلعب بقى أغاني عالبورد دي بتاعت الحروف اللي بقالنا كتير ما لعبناهاش. أيوة أه بنحبها كلنا جدا جدا. طيب يلا ركزوا معايا. ماشي استنى عشان نسي. وانا كمان انا قاعده عماله اعد وسامح بقى واحنا داخلين. عديتي؟ لا ما عدتش. انا عديت على فكره ورقمت ونسيت. خمسة. اللعبه دي انا مش موفقه فيها خالص. انت بتغزل عيني يا شيخ. والله لا مش موفقه. يلا يا ولاد دي اول خمسه ودي. طب الف ولام اهو مبدئيا يعني. ماشي طيب هو قال الف ولام. الف ولام. ال ال مفيش مفيش الفات تانية؟ ميم ميم ظبطت. حلو. نون. ايه ده؟ واو الف ميم مو واو. ماشي. ها ماشي. دال. انا قلت دال. ايه دال ده؟ اه ليه دال؟ ايه دال ده؟ واحنا عمرنا ما حرف دال ده حرف. ايه حرف الحيه دي؟ ايه حيه دي؟ الله سين. طب راء. قلنا راء. راء راء دي بلادي. برافو برافو يا زلمه. اهو في قاف مثلا في الموضوع. حاسه ان في حاجه فيها زي قمر. القمر القمر المنو. قف قف طيب مخ سنة فيها القاء. القاء اهو يا بيع. حلو. القاء يبقى ميم. لا الله. طب لو ما هي مش قمر. طب القمر. القصر. القصر. ها صد. ها صد. اكتب صد. صد اه ماشي. القصر. القصر. المسحور. ها المسحور ملهاش غير كده. طب ما هي السين تحت بتعمل ايه؟ السين تحت القصر. والحاء تحت بتعمل ايه؟ يا ذكية مع اني كنت علمي. القصر المهجور. المهجور ممكن. مهجور ممكن. القصر المهجور صح. ايه ده؟ هو في غنوة اسمها كده؟ جور دي هيك معلش. القصر المهجور للسيدة حلو ام كلثوم. انا بصراحة كنت أول مرة. القصر المهجور ده أغنية يا جماعة؟ أيوة يا جماعة والله أغنية. اوكي بس أنا برضو أول مرة أسمعها. بس مش مشهورة. شيري احمد رامي وزكريا احمد. يا القصر المهجور ده احنا لازم نروح ندور عليها ونسمعها. يا جماعه في غنوه للست ام كلثوم اسمها القصر المهجور. كلمات احمد رامي والحان زكريا احمد. حلوه المعلومه دي. يلا بينا ركزوا معايا. مركزين بابيضاتك كده وحلاوتك دي. ايوه اوعى عمال ابعد الاقلام عني. ماشي اهو يلا. ثلاثه صح كده. صح كده. ماشي. طب الف ولام. ممكن اساعدك بالف. ايوه. والف. انا ما بحبش الالفات بقى بتخبط فيها. لا حلوه اهي يبقى دي نون. والف. انا. طب يلا. انا. ماشي. نون. انا. في نون تاني؟ انا. ماشي. نون واحدة بس. لا. لا في اتنين نون كمان. اوكي. يلا هقول لك على حاجه بقى. يلا طب دي دي فيها نون تاني؟ مجنون. لا. مجنون لا لا واو. ها واو واو. يلا ديل. برافو. دي ند. ها ها غين. اهدى. ايه غين دي؟ اهدى. ايه الحلاوه دي؟ انا قلت غير عمري ما استنى. غا غا اظن كده بقى مش محتاجه حاجه. انا عندي بغبغان. انا عندي بغبغان غلباوي بنص لسان. ست ورده الله يرحمها. طبعا انا بحب قوي الاغنيه دي. لا بص عشان الشكل ده من الجمهور. عشان يقولوا عليا ايه؟ يقولوا عليا احنا بنوصل رسائل للناس. لازم يعني ايه الواحد يبقى كده. لا ده انا عايز اوصل رساله اهو يعني ان انت بتساعدني طبعا. بين
انت جدا. رسالة برضه. اها. أنا بحب الأغنية بتاعت أنا عندي. أنتوا علمتوني يا جماعة الحكاية دي أهو، بقيت أنضف. أيوة كان زمان بتسيبي لنا البورد. بس فعلا أنت لك حق، أنا لازم نخلص الحلقة دي بسرعة قبل ما بعد ندق. صح. طيب. لا 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 انتهى انتهى انتهى. أوكي. ولسه أنا مش قايلاها. ولسه هنزل. ماشي. ها. ادي واحد اثنين ماشي و خمسه، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. واحد ايه ده بس كده؟ في في ها في ياه في ايه؟ في في يوم؟ لا في يوم وليله كانت هتبقى في يوم وليله. في ما هو ممكن تبقى في، انا قلت في. طيب ماشي نكمل. ميم 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 سين ايه ده ظبطت في سين واو في السهر الف لام في السهر. لا هكتب هي وري. لا السما هكتب مين طب لا مين مكتوبه اساسا تحت. طيب قولي حروف. ب في الكاف. ايه الحرف اللي الكاف بتاعتك؟ كاف. يلا عين على في السكة. سكة في السكة في السكة. ده محمد فؤاد طبعا طبعا. يلا ندو في السكة. شفت اتنين صح؟ كانت غنوة لذيذة قوي. جدا في السكة انا بحبها قوي. جدا برضه كانت من نقلات على فكرة في المزيكا. طبعا وفي السنة كام في السكة يا جماعة؟ ايه تسعينات تقريبا. تسعينات نص التسعينات كام يعني 91 92 شوفوا لنا كده كانت حاجة كده. يمكن شفت حاجة من ورقي؟ لا والله أنا ما بشوفش ورقي. شوف ورقي. ماشي. ياه أنت متأكد من المعلومة دي؟ كام سنات؟ كام؟ تخيلوا كام؟ كام؟ حاجة و 85. ياه ده بجد؟ ياه في السكة كانت سنة 85؟ ازاي يا جماعه ده انا فاكراها وكنت بغنيها. كنت بغنيها انا عندي اربع سنين مثلا. لا هي قعدت شويه. انا مواليد 81. لا ايوه ممكن تكون قعدت شويه. ممكن تكون قعدت لها ثلاث اربع سنين برضو هيت. خدي بالك برضو زمان الانتاج ما كانش يعني ما كانش على طول كده الهيت بيجي بعديها هيت. كان بتقعدي شويه. صح. يلا الف ولام. طب ما تمسكي الورقه دي ليه بتعتمدي على ذاكرتك؟ بتيجي في الاخر بتلخبطها. بتضيعها ما اسمها. شفت بس؟ ايوه. نون. ايه ده؟ في نون فعلا. ايه هي دي ايه؟ قلنا نرجع للورق. يا الاعتماد على الذكاء. ايه ده؟ اتفضل. ايه ده؟ وعلى كلامي صح؟ طبعا شفت انا كلامي طلع صح ازاي؟ لا وبتبص بصات ايه؟ هي دي كده بس؟ ايوه صح اوكي. لا دي مش كده. ماشي خلينا بقى هنا نص ساعه يا جماعه على ما هي دي. انت قلت ايه؟ مفيش اقلام تاني. انت قلت مفيش ايه؟ الفات تاني؟ لا قلت ايه الحرف اللي بعد كده؟ انا قلت نون. هي قالت طيب وراكوا حاجه يا جماعه؟ السين. هي دي بتفكر. اسال اسال روحك. لا ما في ايه. لا اسال روحك دي اتنين بس. اسال على فكره انتوا كاتبين دي غلط. اسأل دموع عينيا. بس دي مكتوبة غلط هنا. اسأل مخدي. ليه؟ مش مفروض هي عين يبقى عينيا. عين. لا عينيا يعني انت هي اصليه عاميه. عينيا مش المفروض يبقى فيه. لا بعد النون. مش المفروض يبقى بعد النون. قبل هي صح يا دودو. نو خلاص. اسأل دموع عينيا. لا هي عايزه ايه قبل النون. مش مفروض. لا مفيش المفروض. لا في اللغه العربيه روحت لا يا دودو. لا عينيا هي اسال دموع عينيا. ايوه ماشي مش بس لغه عربيه. هتتكلم لو هتكتبها المفروض تكتبها كده عينيا. هي دي. لا لا والله دي مش قصيده. طب مين غناها؟ ورد. ورد طبعا. المز وعبد الحليم. لا اصل هي غنتها اصلا. انا غنتها دلوقتي. طيب كان فيلم حلو قوي قوي. قوي عظمه. بحب كل اغانيه. وكان فؤاد المهندس فظيع. طيب
خمسة وواحد ثلاثة. يلا بينا. ثلاثة دي يعني إيه؟ إلى أو على. يبقى لام. لام؟ آه مبدئيا يعني. صح؟ صح. ممكن. يلا يا أستاذ. بس هي لام واحدة بس. يعني اللي أنت شاكك فيها أصلاً. غلط. أنا بسهلها لك. أوكي. طيب. كيف؟ مش عارف أنا جايبة كام في الثانوية العامة. حبيبتي بالأبيض ده قمر. غين على رأي هي. أيوه. عين. ضاد. كل بقى. دال. عين. عين. دال. 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 عين. أبعال. عين. ب. هنا إيه؟ ولا دي غين؟ دي غين. اهدي يا هدي. اهدي يا هدي. حاضر. حا. أنا آسفة يا جماعة، في هنا كمان لام. طيب بصي بقى دي. القلب. قاف. قاف. القلب. صح. معلش أنا خطي سيء. ماشي. لا لا عادي عادي. يحب. دليل عبقري. يحب. القلب يحب اتنين. يحب مرة. مرة؟ شادية. ما يحبش مرتين. أمال إيه يحب مرتين؟ ما يحبش مرتين. القلب يحب مرة. طب قولوا لي هو القلب يحب مرة؟ إزاي يحب مرة؟ لا القلب يحب 100 مرة. 100 مرة. طبعًا. هو هي بقى الأغاني دي الوحدة القلب يسامح. قاعدين مستنيين المرة التانية. لا إن المرة التانية مش هتيجي، وأي حب بعد الحب ده مش هيبقى موجود وكده، عشان القلب يحب مرة. فين ورقك؟ ورقي جنبي يا حبيبي، ما بقتش أثق فيك يا بابا. ورقي حضني. يا رب. أربعة. ماشي. واحد اتنين تلاتة أربعة. ماشي. وعندنا ستة. واحد اتنين تلاتة أربعة. ستة عشرة معروف. ايه؟ يلا. ايه؟ مالوش معنى. عين عبعال. عين عبعال. عين يعني؟ مني. عين عبعال. انتي كاف. انا عين. كاف. انا عين وبه ومين وسين. كاف. كاف. ما خذلتنيش الكاف النهارده خالص. ميم. اهو. ب. سين. بك. السين. اهو. ابكي. الف يعني؟ الف. الف وياء. الف فين؟ جرب لنا الالف والياء. الف فين؟ الالف هنا؟ بتقول الف. لا مش الالف هنا. مالناش دعوة. بس الف في حتة. او ابكي. لام. اهو. ال. طب اليه. اليه فيه. ايه ماشي. الله. طب ما ظبطت اهي. انا انت مش بتحط قوي فوق ال. استنى انت قلت ايه ولا تيه؟ يه. ايه قلنا ايه؟ تيه. تيه. ماشي. تبكي. اهو ايه. او في هنا ايه ده. الله. اوكي وفي هنا ايه. اوكي. تبكي ال. ها. ايام. لا ما هو ما فيش الف هنا. صحيح. تبكي ال. في دال مثلا. هي اقلبها لكم فزوره. هي حاجه بتتاكل. طب نكمل. ماشي. طعمها حلو. ممكن شين. ممكن. ممكن شين. اوكي. ماشي. سين. طيب احنا قايلين سين. دال. 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 ر. حاجه بتتاكل. ما هو انت يعني حاجه بتتاكل. يعني في فاكهه، خضار، لحوم، اسماك. الحاجة دي بقى مش بتتاكل. لحوم، اسماك، فراخ. الفراخ يعني تبكي الفراخ. تبكي الفراخ. مين اللي غناها تبكي الفراخ؟ طب ما انت بتقول لحوم واسماك وحاجة تانية. الطيور. طب ايوه. ايوه تبكي الطيور. ده وائل كفوري. حلو قوي. قال لك تبكي الفراخ. يا بس ده اختيار صعب. يلا هي دي اخر واحده. الله. يا ده اختيار صعب قوي. انا بحبها قوي، فكرتوني احطها على البلاي ليست بتاعت تبكي الطيور دي فعلا. بحبها قوي. يلا بسرعه بسرعه عشان نلحق الوقت. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمس. يلا. ألف ولام. ليلى. ها. إيه. يه. يبقى ليلى إيه بقى؟ ليلي ونهار. ليلي نهاري. صح. لا أبراف. مش ليلي ونهاري. ليلي نهاري. ليلي نهاري. عمرو دياب. لا والله. أيوه. ولا أم كلثوم.
لا عمرو دياب. عمرو دياب. طب يا جماعه اصل ليلي نهاري دي لا بس الغنوه ما اسمهاش ليلي نهاري. لا غنوه عمرو دياب اسمها ليلي نهاري. غنوه ام كلثوم الكوبليه بيقول ليلي نهاري ليلي نهاري فكري بيك مشغول وحياتي لك وحدك ولك على طول. لا بس دي مش اسم الاغنيه. ولسه بتصدق حسود وعزود دي حد. طب نطلع بقى فاصل وبعدين نكمل نكمل الغنى. شفتوا انا بغني شعر؟ لا وشفتي الاداء؟ لا انا انبهرت بصراحه. ولا عندك القرار قوي جدا ما شاء الله ما شاء الله. احنا بقى دروس صوت فوكاليز الفتره اللي جايه. يبقى ام كلثوم صدقي فكره. والله مش هيخطر. ليلي ونهاري. نطلع فاصل عشان احنا بنتناقش في ليلي نهاري ولا ليلي ونهاري. بعد الفاصل بقى ان شاء الله. في الفاصل احنا نتناقش ونرجع. واتش ات ما تخليش حاجه تفوتك.